عودة مشاهدينا لمتابعة أجندة اليوم، وبنوصل لجريدة اليوم. بصيرنا بحلقة اليوم نستضيف الدكتور هادي راشد، الباحث الدستوري. صباح الخير. صباح النور أكيد نتالي حضرتك أستاذ وعبدو. محاضر و و و ف أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، دايما ضيف عزيز بأجندة اليوم بالأو تي في. أهلا وسهلا فيك. دايما مسرور بهالصبحية الحيوية، كون كنت على البلاتو ولا كنت ورا الشاشة عم بتفرج عليكم. أهلا وسهلا فيك. باختصار، كيف شايف المشهد اليوم؟ مشهد مريح جدا. يعني إذا بدنا نقارن ما قبل آخر تشرين واليوم، يعني نقلت الجمهورية 180 درجة. صحيح، ما كان في رئيس صار في رئيس، ما كان في حكومة أو كانت في حكومة عم تصرف الأعمال بالحد الأدنى، صار في حكومة فاعلة. نوضع لبنان على الخريطة النفطية، صار في ثقة متجددة بوجود الدولة اللبنانية، لأنه كان الهاجس اللبناني قبل انتخاب الرئيس، هل نحن سنبقى سنستمر أو لا؟ تغيرت كل هالمعادلة، يعني نوع من عجيبة. وهالتهم اللي كانوا الأطراف اللبنانية يعني عن عبس يتهموها لبعضهم بهالاصطفاف، أنه كل واحد مصطف بمحور، بيّن أنه منه كتير مزبوط. والبرهان أول زيارة لفخامة الرئيس كانت على المملكة العربية السعودية، على كل حال أول مهنئين كانت المملكة. يعني برهنت الأحداث أنه اللبنانية بس يتفقوا كله بيستتب والأمور بترجع بتمشي، وبين أنه لبنان قادر يقوم بقواه ذاتية خارج الاصطفافات. طبعا خارج، عم نحكي الاصطفافات العربية، ما عم نحكي على الاصطفاف ضد العدو الإسرائيلي، عم نحكي الاصطفافات العربية. نحن منا بحاجة ندخل يعني نكون طرف فيها، طالما قادرين نتعامل مع الكل على بالند للند وعلى المستوى ذاته وباستقلالية وبسيادة مطلقة. وهذا اللي عم يتحقق اليوم، والمشهد كتير مريح. يعني كل المشاهدين اللبنانيين وكل اللبنانيين بلبنان وبالاغتراب عم بحسوا بهالمشهدية الحلوة. رح نبدأ نحن وياك بعناوين الصحف ونشوف شو عنوانه لليوم. بصحيفة النهار، عون في الرياض، تبديد الالتباسات وطي الصفحة، وأيضا محادثات كثيفة تتوج بلقاء عون والعاهل السعودي اليوم، ملفات التعاون في لقاءات الوزراء اللبنانيين والسعوديين، والصورة من الاستقبال اللي صار مبارح فور وصول الرئيس عون إلى الرياض، ولقاء هون خلال استقبال أمير الرياض قبل ما يروح لمقر الإقامة، وأكيد استهلال اللقاءات اليوم بلقاء قمة مع الملك السعودي. كيف شايف هالزيارة؟ نعم، يعني هالزيارة هي بترجع بتعيد العلاقات اللبنانية السعودية لمستواها السابق. الحرارة بترجع بتندفع بالأقنية الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية. يعني طبعا اليوم الوضع العالمي بالاقتصاد منه مريح. نحن بقى نعرف داخل هذه المعادلة كيف نظمت حالنا من هالأزمات الاقتصادية، مثل ما صار بال 2008 الأزمة العالمية، كان نعم. لبنان بمنقع عنا لا الثقة الموجودة كانت. هلا ما لازم نحط نحن الأهداف كتير عالية. يعني اليوم الروحة على السعودية طبعا بالسياسة كتير منيحة، بالاقتصاد رح يكون دفعة أقل، لأنه تصريح وزير المالية السعودي نهار السبت عم بيقول انه وضع المملكة الاقتصادي مأزوم. فاذا نحن ما لازم كتير يكون عم نعول اقتصاديا على هالمعادلة، رغم انه سياسيا كتير مريحة. هلا من هونيك ورايح سياسيا اذا الحظ مشي معنا بنستفيد كتير. يعني مهم الحظوظ الاقتصادية تكون كمان الى جانبنا، من بعد ما حطينا الحظوظ السياسية الى جانبنا. صحيح. بنتابع مع صحيفة الاخبار، بدعت المختلط الجديد النسبية الطائفية مطية لإعادة إنتاج النظام، الستين أهون الشرور، سرعة الاستخبارات إعادة تدوير جهاديي داعش. شو هالعنوان المختلط؟ إعادة تدوير يعني هايدي بلشت مش بس مع داعش، بلشت مع النصرة. تذكروا غيرت جبهة النصرة، صارت التسمية تبعها، فكروا أنه غيرنا العنوان أحرار الشام، بتغير المضمون. بتغير المضمون، فإذا المعادلة زيتها بيبقى انه الارهاب والاجرام هو ذاته، شو ما تغير عنوانه. نعم. بالنسبه للمختلط تبع
الانتخابات هلا هون 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 فينا بالبدعه. هون عندنا مشكله كبير يعني بقينا 6-7 سنين نحاول انتاج قانون انتخاب جديد. هل رح نستطيع ننتجه ب6-7 اشهر؟ عندنا اشكاليه كبيره. وزاره الداخليه ابلغت المعنيين كلهم انه حيالله التعديل على قانون الانتخاب يتوجب تمديد تقني لولاية مجلس النواب. بعتقد رايحين على هذا. كلمة تمديد تقني يعني تمديد تقني، ما بتلطف التمديد. في حين أنه اليوم كل المراقبين العالميين ناطرين أنه لبنان يعمل انتخاباته. كيف طلبوا بقوة يعني البعثات الدبلوماسية نعمل انتخابات بلدية بعدين انتخابات رئاسية، عم بيطالبوا تجري الانتخابات بموعدها بين هلالين بأي قانون كان. يعني حتى بقانون الستين. هلا عندنا إشكالية، هل سنستطيع إنتاج قانون انتخاب جديد؟ ليش عندنا إشكالية؟ لأنه كل طرف بقانون الانتخاب عنده هواجسه، والمشكلة بلبنان إنه الطرف اللي بيعالج هواجسه الشخصية بينسى هواجس غيره. بهالمعادلة بيصير في تصادم. فإذا لحتى ناخد هواجس الكل على هالقانون عندنا إشكالية كبيرة. يمكن آن الأوان لإنتاج مؤسسة بديلة تشيل هالهواجس على جنب، هي مؤسسة مجلس الشيوخ. يمكن آن الأوان ريح الطوائف بكينونتها بوجوديتها، نعمل لهم مجلس شيوخ. هالمجلس الشيوخ بيكون عنده نوع من حق فيتو على القوانين إذا بدكم المحورية التي تمس بحقوق الطوائف، وعلى أنه نعمل قانون انتخابي عصري على مستوى يمكن لبنان كله على مستوى نسبية موسعة. بس بعتقد صار الوقت ضيق والوقت ضاغط لنوصل لنتيجة سريعة. نقي وريد جملات اللي معودنا على صبحياته تغريداته الصباحية. هلا هواجس عم نحكي عنها من 43 ثانية على القد في له تويت عم نشوفها سوا هلا. شكل من أشكال العلوج، شو قصة العلوج؟ يعني بإشارة لأحد الوزراء أو ما بس حطت له سيمفونية على شعره، سيمفونية موسيقية سيمفونية موسيقية هيدي موزار. موزار مع علوج. نعم يعني في إذا بدك نوع من أنتاغونيسم بس هو كتير ضخم قاسي. كتير قاسي بين الحضارة والثقافة والموسيقى والعلوج للي هني يعني نوع من إذا بدك قبائل رجعية وهجومات وإلى آخره. بعدين عم نشوف معلش عم نشوف إنه كتير ضخم هذا الزلمة وملبسه جاكيت على الزلط. المقصود نوع من دفاع عن النفس ست ناتالي. من ناحية هواجس إنه الانتخاب اللي عم نحكي عنه يعني يمكن أنا استبقت الموضوع، يمكن قريت بعيونكم شو راح يجي السؤال. قلت إنه هواجس كل فريق صحيح. يمكن نوع من استباق لأنه توسيع الدوائر. طبعا طائفة الدرزية الكريم رح تحس حالها بقفص، كل ما يتوسع الدائرة كل ما هي بدها تصغر أكثر. في هواجس أنا مع أنه ناخد كل الهواجس بعين الاعتبار. أنا شخصيا بس كنا عم ندرس قوانين بتحديث القوانين بمجلس النواب أو بأبحاثنا ما في فريق ما ياخد هواجس فريق آخر. لكن حدا عم يستبعد النائب وريد جملات لا بس هو تقسيم الدوائر جديد أو الذهاب إلى النسبية الموسعة أو قانون مختلط ما بيساعده يكون هو بضمن ما تعود عليه كله بيعمل له هواجس. زي ما بيقولوا النسبية تحفظ حقوق الأقليات، وبيقول النائب وريد جملات بما أنه هن من مش أقليات ولكن مش من الطائفة الأكبر بالبلد، فلكن يعني بطبيعة الأحوال النسبية رح تحفظ حقوق الجميع. هلأ ما في كقانون إلا ما أكون مع النسبية. أول ما قال لي بجريدة النهار عن هذا الموضوع من سنة 94 يعني عمره 23 سنة مدافع عن النسبية يعني دغري بعد الحرب اللبنانية. هلأ طبعا أنا مع، بس طبعا خلينا نصيغ شيء ياخد هواجس الكل. هيدي المعادلات اللي بدنا نلاقيها سوا. هلأ الفرقاء السياسيين ما قدروا وصلوا لهالمعادلة اللي بتجمع الكل. إن شاء الله من هلأ الأشباط لأنه الوقت داهم صار، يعني بعد عندنا نحن بنص كانون لآخر شباط يعني بدنا نكون لقينا شيء شهر ونص يعني على قد هيئة النخبة. يعني أول شيء بده يتعين لجنة المراقبة الانتخابات ضمن المهلة، بعدين بدنا نعود هيئة النخبة، بعدين بدنا كل التحضيرات التدريب على كل المهل جديد. إذا قانون جديد خلص رايحين لأيلول، إذا قانون جديد على حد يعني بأقل حدود إذا مش تشرين. نعم نتابع مع الجمهورية جملات للجمهورية.
كفى كفى بس كلمة واحدة بتختصر. والأبيض الناصع وتمثال السيدة العذراء مغطى بالثلوج مع أكليل من الثلج الأبيض. ما بعرف إذا فينا نشوف بعض صور قبل ما نتابع الجرايد، يا ما فينا مجموعة صور وصلوا اللي عم توصلنا، يلا منشوفهم. فينا نشوف مع الصور عم توصل المناطق. بلشنا نشوف الصور هيدي من منطقة، من وين شباب هيدي الصورة؟ أحلى ما نسمي منطقة وتكون غير منطقة لأنه كتار اللي بعتها بيعرف منين. يلا اللي بعتها بيعرف من وين. هيدي من عيط الفخار، من تابع عيط الفخار بالبقاع، بالبقاع الغربي. ومن تابع مع الصور هون عم شوف كفر دبيان من بارح بالليل، حلوة حلوة. شكرا لكل اللي عم بيرسلونا الصور. كمان هيدي الصورة من المناطق اللبنانية، وصلنا صور من العقورة، من اليمونة، رح نشوفهم تباعا، من عين الزيتونة، من كفر دبيان، من دوما، من حجولة، من عين زبدة، من وادي المشمشة، ومن كفر رمان. كل هيدي الصور هون من دير مرمرون عناية امبارح تحت الثلج. برجع بذكر انه من كل المناطق، من بوارج، بوارج كمان عم يوصلنا من البقاع صور. كل هالصور من المناطق اللي عديناها وعم نشوفها تباعا. مجموعة هالصور الأولى، بعد في مجموعة تانية رح نشوفهم تباعا. حلوين يعني، الشجر ينحني أمام البساط الأبيض والجنرال الأبيض. ومنتابع نحن وياكم كمان مع الجبال، حلوة أكيد. هيدا طبيعي نشوف هيدا المنظر بهالموسم، مش طبيعي يكون الجبال ما فيها ولا نقطة. هيدي كفر رمان اللي شفناها قطعت هلا، رح نرجع نشوف كفر رمان. هيدي كفر الجبال مكللة بالأبيض والضيقة. حلوة بس عملي كونتراست. كمان بعد عنا صورتين بتصور، بعد في عنا هالصورة من منطقة حراجيل، وآخر صورة منتقلها لا بالمتابعة عنا الصحف. هاي صورة اليمونة، في بعد غيرها، بعد في وحدة، هيدي بركة اليمونة. بعد عم يوصل صور بكثرة من كل المناطق اللبنانية. كمان هالصورة كتير حلوة. هيك بنشكر ثقة المشاهدين على متابعتنا، وفور هيك اعلنا انه رح نتلقى صورهم، هالت الصور هيدي بويرج. شكرا لكم. ومنتابع مع عناوين الصحف الصادرة اليوم. البلد عون رئيسا في الرياض وامال بالافراج عن الهبة، والصورة ايضا من الثلج. التحالف يوجع داعش والاسد، سنحرر بين الشد نقطة. سنحرر كل شبر. في أكثر من مقابلة لرئيس الأسد بالساعات الماضية، وكان عم بيقول أنه لازم تكون المعارضة معارضة سورية بامتياز ليروح على أستانا ويصير المفاوضات بطريقة بين السوريين وليس بقواعد أمريكية سعودية فرنسية إلى ما هنالك. نعم طبعا، معركة حلب يعني حسمة بغير، تغيرت المعادلة على الأرض، ستتغير المعادلة السياسية. من هيك شفنا وفد برلماني فرنسي يعني بلقاء مع الرئيس الأسد لحتى يمكن يشوف قواعد اللعب الجديدة كيف بدها تصير، خاصة أنه فرنسا قادمة على انتخابات رئاسية، في عهد رئاسي جديد بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني في تغييرات، في تغيير على صعيد المنطقة بالتعامل بين، يعني بالنهاية الدول بتتعامل مع بعضها صحيح، بس الدول مين بيسيرها؟ أشخاص، وهالأشخاص عندهم نظرتهم اللي بحطوا، يعني اللي بحطوا من نفسهم في المعادلة السياسية. منتابع مع صحيفة الأنوار. عون في الرياض، المباحثات تشمل إمكان مساعدة الجيش اللبناني، 9 شهداء مصريين باعتداء إرهابي في العريش، القوات العراقية تسيطر على مزيد من الأحياء في الموصل. ومنتابع أيضا مع صحف الصادرة صباح هذا اليوم بالشرق عنوانات عون: أنا في السعودية حاملا الصداقة ومبددا الالتباسات، والصورة أيضا من وصول امبارح للمملكة. من اغتال رفسنجاني، هون قرروا أنه رفسنجاني اغتيل ولم يمت ميتة طبيعية، هو مع تساؤل يمكن عنوان، ولكن عنوان صادم سكوب يعني صحيح. بس ما بعتقد يعني. أول صاروخ باكستاني نووي برمائي، الجبل ثلوج والساحل انهار ومستنقعات. الأفضل في العالم رونالدو ولويد ورانييري.
هول بالرياضة اللي بهمه التفاصيل بالصفحة 17. وننتقل إلى الصحف أيضا الصادرة صباح هذا اليوم. البناء: الأسد واثق من الوضعين السياسي والعسكري ويدعو الخارج للمراجعة. عملية القدس ترسم مستقبل إسرائيل بعد حرب سورية وقوى المقاومة تتهيأ. عون يفتتح زياراته بالرياض فاتحا الباب لمبادرات سعودية عبر لبنان. صح. مرسي. كل الصحف مثل ما شفنا. نعم. مركز على الزيارة الرئاسية اللي هي مهمة وتاريخية وبكل معنى الكلمة، وإن شاء الله تعطي بالإضافة لقصة السياسية قصة الاقتصادي اللي كنا عم نحكي عنه بأول حلقة. يعني بدنا وقت. الحالة الاقتصادية مأزومة، يعني اليوم بالاقتصاد السعودي والخليجي عامة في عندهم حالة، يعني بعد هبوط أسعار النفط، بعد الأوفر هيدز اللي حطون على نفسهم يعني بكمية المصروف تبع الدولة، صفى الميزانية كلها يعني نيجاتيف. فإذا هن مش قادرين يكملوا بالطريقة اللي كانوا بلشين فيها قبل. عندنا هالإشكالية، نحن اليوم نبلش نفكر بنفسنا كيف نقلع لحالنا. هل مراسيم النفط كافية؟ هل هالمسار هو اللي بيكون بالخلاص الاقتصادي لإلنا؟ خلينا نبحث تكون البيت ونغوص أكتر بهالمجال، خلينا نتكل شوي على حالنا. ولكن على الصعيد يعني الاقتصادي بالعودة العلاقات السعودية طبعا يعني أكيد بكرة رح نشوف تقرير بحلقتنا بكرة عن هيك انتعاش القطاع العقاري من بعد جمود لفترة من الزمن. نعم. وعودة عدد من الشركات المستثمرة في شركتين كبار رح نحكي عنهم بكرة بالتفصيل، وهيك شوي بترجع الأرقام إلى ارتفاع عكس. نعم. السنوات الماضية والركود اللي عشناه. يعني كمان ارتفاع الأسعار العقارية كتير منه منيح للمواطن اللبناني، عودة الشراء والطلب، لأنه المواطن اللبناني دخله بألاف الدولارات بينما أسعار الشقة بالملايين. فإذا في هالفرق الشاسع بين الاثنين لازم الأسعار كمان تتصحح. ليش يعني معمولين للبنانيين؟ المطورين العقاريين بدهم يقرروا مين زبوناتهم. صحيح. هاي النقطة، بدي أقرروا مين زبونك. طيب حضرتك اليوم ما رح نحكي أكتر، ما بقد السؤال، الاستشارة اللي معك بتكلف كتير؟ إن واحد طلب تكون مستشار عنده؟ حدا عم يسأل إيه أكيد في حدا عم يسألني. لألك ببلاش. لألك ببلاش تسلم. ولأصحابك كمان ولنتالي طبعا. تسلم دكتور. أصحابي على أي صعيد، الشخصي أو السياسي؟ خلا أنت بتقرر. أنت بتقرر. نوصل لمتابعة هيك البسمة عبر الكاريكاتير اللي بتكون بالصحف. أنطوان غانم للجمهورية، جنبلاط مصر على قانون الستين. قديش الحرارة عندك يا بيك؟ قال له 60. جنبلاط برد 60. 60 فهرنهايت بيمشي الحال، بس 60 سلسيوس يعني ما بتمشي. هلا هو مش محدد أطوان غانم، بس برا حطت لنا تلج. 60 تحت الصفر. يمكن. بنروح لكاريكاتور تاني بصحيفة النهار. 4/5. بما أنه موسم ثلج فايتين ببعضهم الشباب. المختلط بقانون 1960 بالأكثر بالنسبة كله عكس بعض. يعني دايما أرمان بجسد أفكار كبيرة برسمي بلحظة صغيرة. هيك كنا عم نحكي على القانون، يعني أخذت معنا دقيقتين تنفسر هالهواجس. حطوا فوتهم بعضهم بسكيات. بس بتلاحظ كاريكاتوريست كل يوم بيتناولوا نفس الموضوع كلهم، يعني على انه الانتخابي هو بيكون فيه بالنهار بيقطع بنهار قبل هيك هايلايت بحطوا عليه الصوره. بس كل واحد اكيد على طريقته بيرسم. انا كنت مستنظر زياره الرئيس عون، يعني يكون اكثر من انه ملكي بكره. ايه بكره لتبين، لانه بعد لا وراح امبارح عشيه وراح امبارح عشيه الاستقبال كان امبارح، اكيد نتيجه رح تبين بدءا من اليوم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هالفقرة. ضيف عزيز دكتور علينا، وإن شاء الله يكون هيك قدرنا قدمنا الصورة ولو بطريقة موجزة. إن شاء الله ما وجعنا راس المشاهدين. لا بالعكس، صوركم حلوة، بس كلامنا القانوني عادة بيكون هيك شوي ديك. هو القانون، هو القانون صعب، مش صعب، جاف. بس بدك يعرف مين يطلعه هيك طريقة حلوة مثلك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور، مرسي كثير. أهلا وسهلا فيك. وهلأ رح نروح لفاصل ومنتبه نحن وياكم أجندة اليوم. خليكم معنا كيف طرقات الجبلية بعد الفاصل.